المشهد السوري في أسبوع التي تأتيكم من قناة الحوار من لندن. سيطرت قوات المعارضة السورية على مواقع استراتيجية شرق العاصمة دمشق بعد اشتباكات مع قوات النظام أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن وائل علوان المتحدث باسم فصيل فيلق الرحمن المتواجد في مدينة دمشق وريفها أن مقاتلي فيلق الرحمن إلى جانب فصائل عسكرية أخرى شنوا هجوما على قوات النظام المتمركزة شرق مدينة دمشق انطلاقا من الجبهة الشمالية لحي جوبر الذي تسيطر عليه المعارضة. وأوضح علوان أن المعارضة باتت تسيطر على كراجات العباسيين وشارع فارس الخوري الذي يربط ساحة العباسيين بطريق حمص دمشق. وقد ردت قوات النظام بقصف جوي ومدفعي صاروخي غير مسبوق واستخدمت عناصر من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة بهدف تعزيز دفاعاتها في المنطقة. لمتابعة هذه التطورات الميدانية بالتحليل والتعليق أرحب بضيفي هنا في الاستديو السيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات الاستراتيجية والحضرية. أهلا بك سيد زهير معنا. أهلا بكم يا مرحبا. يعني كما ذكرنا تطور هام جدا ميداني في سوريا الآن مع نقل المعركة أو محاولة نقل المعركة إلى دمشق. سيطرت المعارضة على مناطق كراجات العباسيين، أجزاء واسعة من حي القابون وحي جوبر. كيف تقرأ هذا التطور وأهمية فعلا هذا التحرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله، تحيا لكم ولمشاهديكم الكرام. في الحقيقة جاء الحدث متزامنا مع الذكرى السادسة للثورة السورية، وكأنه عيدية الفصائل المجاهدة لهذا الشعب الذي صبر وصابر طويلا. جاء الحدث، حدث التحرك الجديد الذي شهدته العاصمة دمشق وفي أحيائها الشرقية جوبر وما حولها، ليؤكد للسوريين أن الثورة ما تزال ممكنة وما تزال مستمرة وأن أمامهم فرص كثيرة للنصر وللنجاح. الحقيقة إذا أردنا أن ننظر إلى طبيعة الحدث بحد ذاته في توقيته في ظرفه فيما أدى إليه، نستطيع أن نقرأ الكثير والكثير من الدلالات ذات الأهمية البالغة. أولا، هذا الحدث في هذا التوقيت أعاد الثقة إلى السوريين بعد أن شعروا بأن العالم أجمع قد استقطب ضدهم، هناك موقف دولي مستقطب، دولي وإقليمي أقول، ضد إرادة السوريين، ضد إرادة الشعب السوري. الكل يحاول أن يقنع السوريين بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة معسولة بأنه لا أمل لهم إلا بأن يتفاهموا مع هذا النظام أو أن يعودوا إلى حوزته. جاء هذا الحدث كرد مباشر على هذه العملية التي اشترك فيها الروس وغير الروس. إذا أردت أن أنظر إلى الحدث بطريقة أكثر يعني استشرافا للمستقبل، أقول هذا الانتصار وإن كان محدودا كما يقول البعض، وإن كان مؤقتا كما يصر آخرون، لأنهم يقولون بأن الروس الآن سوف يقصفون وسوف يستعيدون، إنما يكشف عن أمر خطير جدا جدا، يكشف عن حقيقة الهشاشة التي يعيشها نظام بشار الأسد في عقر داره. الفرقة الرابعة، الحرس الجمهوري، كل إمكانات بشار الأسد ذابت في ساعة من نهار أمام إرادة المجاهدين، أمام إرادة الثوار. الحدث إذا سمحت لي ربما نفيض فيه يعطينا ويفتح لنا آفاق كثيرة وبعيدة للتحدث عن مستقبل الثورة في حين يكثر علينا المقنطون ويكثر علينا الميأسون. في هذه النقطة تحديدا، يعني إن كان هذا الحدث يهدف لمرحلة استراتيجية قادمة، موقع للمعارضة قبل قليل في خبر عاجل ورد الآن بأن الثوار يعلنون المرحلة الثانية في عمق العاصمة دمشق. السؤال، هل هذا الهجوم الذي بات مركز ومخطط له بشكل واضح سيد زهير هو مرحلة عابرة أم برأيك سيكون فعلا هناك استراتيجية معينة لها ما بعدها الآن من قبل الفصائل المقاتلة على الأرض؟ يعني أنا أريد أن أشيد بالحدث سواء كان حدثا عابرا كما يقول الكثير من المحللين الذين استمع إليهم، أو كان وكما نتمنى وندعو الله جميعا هو
خطوة على طريق تحرير العاصمة دمشق والانتهاء من هذا النظام. على كل حال الحدث جاء في وقته وأعطى مفاعيل إيجابية جدا. أهم هذه المفاعيل كل الرسائل التي يرسلها الدوليون والإقليميون للشعب السوري لييأس، جاء هذا الحدث ليقول للناس لا تيأسوا، النصر ما زال ممكنا. هذا أمر مهم جدا جدا. البارحة أنا كنت أستمع إلى محللين يقولون ما الفائدة بهذه العبارة، وهذه عبارة مغرقة في التيئيس. الآن سوف يتدخل الروسي ويجعل من أحياء دمشق الشرقية مثل أحياء حلب الشرقية. أقول هذا المنطق يتهاوى أو سيتهاوى الآن تحت إرادة مجاهدين يعلنون أن الثورة هي مجرد محاولة للانتصار على الظلم، ونحن سنظل نحاول. الضعف والخواء الذي أثبته أو الذي كشف عنه بشار الأسد، يجب أن نذكر للسادة المشاهدين أن نظام بشار الأسد ما زال تحت الإنعاش، يعني هو الآن لا يقف على قدميه، وإنما هو تحت وسائل التنفس الاصطناعي ونقل الدم الخارجي من روسي وإيراني ومع ذلك وفي هذه الحالة يتلقى ضربات محدودة حتى الآن. وهذا أمر أيضا مهم جدا جدا، كل الفصائل في ريف دمشق، وهذه رسالة لهذه الفصائل، لم تشترك في هذه العملية. هذه العملية ما يزال المشتركون بها معدودون محدودون. النصر متاح أمام الجميع، النصر متاح على كل الجبهات، ولكن تبقى إرادة القتال التي حاول الكثيرون أن يحطموها في نفوس الشعب السوري. نحن أمام مشهد فارق، أمام نقطة مفصلية في تاريخ الثورة السورية، يمكن أن يكون لها ما بعدها كما سألتي، أن تكون الخطوة ألف والخطوة باء. سمعنا، سيقولون لي سمعنا هذا الكلام في حلب، التكرار نعم. التكرار ليس سلبيا، المحاولة ليست سلبية، المهم السلبي الوحيد في واقعنا وفي ثورتنا هو اليأس. السلبي الوحيد هو أن لا نجرب مرة ثانية. هيئة تحرير الشام إلى جانب فصائل الغوطة الشرقية أعلنت عن بدء معركة دمشق، هل كان لتحالف هذه الفصائل على الأرض السبب الرئيس وراء نجاح مثل هذا الهجوم؟ يعني نحن الذي نريد أن نقول، عندما تكون المعركة مع بشار الأسد، دعيني أقول بكل صراحة وبكل وضوح، الآن في 6 قوى على الأرض السورية خارجية، لكل قوة خارجية على الأرض السورية أولويتها. صحيح. هذا أولويته الأكراد، وهذا أولويته داعش، وهذا أولويته كذا وهذا. نحن لنا أولوية واحدة، ودعينا نتحدث بالفم الملآن وبلا خجل ولا تردد، أولويتنا بشار الأسد. الانتصار على هذا النظام هو أولويتنا الأولى، وعندما يتم الانتصار على هذا النظام، الشعب السوري يعرف مشروعه ويعرف أهدافه ويعرف الدولة التي يسعى إليها. ولذلك نحن لا نريد أن ندخل الآن بتفصيلات من الذي اشترك، نحن الآن نسأل من الذي لم يشترك. السؤال الآن من الذي يتأخر عن الاشتراك في معركة خصم وحسم هذه المعركة التي كلفت السوريين كثيرا؟ من هي الفصائل التي تذهب لتجلس في الآستانة وفي غير الآستانة؟ فإذا وقعت واقعة مثل هذه الواقعة تقرب للسوريين نصرهم، جلست تتفرج أو تحسبل أو تحوقل؟ هذا هو السؤال. لا نحب أن نسأل من الذي يشترك، لأننا نريد، لنا أولوية واحدة ويجب أن نصر عليها، أولويتنا بشار الأسد. وبعد أن ننتصر على بشار الأسد وننتهي منه، فلكل حادث حديث. أيضا يعني سيد زهير، إن كان التحالف بين بعض هذه الفصائل كما قلت، وهي ليست بالأعداد الكبيرة شارك في تخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم، هل يمكن ضمان استمرارية التحالفات ما بين فصائل المعارضة؟ يعني نحن جلسنا هنا أكثر من مرة وتحدثنا عن هذا الموضوع، هناك تجارب عديدة أثبتت فشل القدرة على الاستمرارية في التحالف. يعني هذا سؤال على مشروعيته وأهميته. أنا أقول نحن كما كنت أقول يجب أن نظل، لا نملك إلا أن نظل نحاول. هل ممكن أن نقول نحن حاولنا أن نتحد فلم نفلح فدعونا نكف عن الاتحاد، حاولنا أن نتعاون فلم نفلح دعونا نكف عن التعاون؟ يجب أن نظل نحاول، نستجيب من الأخطاء السابقة،
المشاركون في عملية نصر الثورة يستفيدون أيضا من أخطائهم، من أجنداتهم، من ارتباطاتهم، ويعيدون تصويب الوضع. هذا كله مطلوب ونحن لسنا ضده، ولكن نحن الآن في مشهد كما قلت مفصلي. نعم. يوضح لنا أن النصر ممكن وأن بديل النصر، يعني أنا أستغرب الذي يقبل بالروسي يقبل بالروسي محاورا ووسيطا. طيب ما الفرق بين الروسي وبشار الأسد؟ إذا البارحة من البارحة اليوم بقولوا 30 غارة على أحياء الغوطة الشرقية، إذا كان الروسي هو الذي ذهب إلى حي الوعر وقال لهم اخرجوا أو نجعلكم عبرة مثل أهل حلب، هذا الروسي ما الفرق بينه؟ الفرق بالهوية؟ ما الفرق بين بوتين وبشار الأسد؟ بأي شيء يفرقون بين هذا وهذا؟ بديل الذهاب إلى الثورة هو الخنوع والنزول على نعم. رغبات الروسي والأسدي، وهما واحد، وليس واو العطف لا تنفع بينهما، هما شيء واحد، هذا يجب أن يصل إلى كل الثوار. نعم، أيضا يعني هذا التقدم سيد زهير الذي أحرزته المعارضة، إلى أي مدى حمل إشارة إلى أن الصراع في سوريا لن ينتهي فعليا رغم كل التحركات السياسية الجارية الآن، ورغم محاولات جر المعارضة أو فعلا جر المعارضة المسلحة على الأرض إلى طاولة المفاوضات التي ساهمت في ذلك طبعا تركيا وروسيا، لكن رغم ذلك جاء هذا الهجوم ليؤكد بأن المعارضة الموجودة الآن أو التي تفاوض ليست هي من تتحكم فقط في الأرض. يعني وهذه قضية مهمة، نقطة مهمة أيضا ويجب أن يعرفها. نحن نقول أو يقولون بأن خبراء استراتيجيون ومخططون يحكمون العالم الذين الآن يمدون أيديهم إلى الساحة السورية. يعني سؤال بسيط كما تفضلت، حتى لو لم يكن الشعب السوري قادر على أن يذهب إلى معركة مثل معركة الأمس في جوبر وفي العباسيين، يعني دعيني أتذكر ونحن ضد هذا النوع من العمل الذي جرى في القصر العدلي في دمشق، وإن كان النظام هو الذي قام به، ولكن ذهاب سوريا إلى مثل هذه الحالة من الفوضى ومن القتل الأعمى، ذهاب سوريا أليس هذا بديل أيضا ممكن لهؤلاء الذين يقترحون أنهم يستطيعون أن يقمعوا وأن يكبتوا وأن يضللوا وأن يخدعوا؟ يجب أن تكون سوريا ثارت على ضد أرضية من الظلم. من يريد أن يبني سوريا جديدة يجب أن يبنيها إذن على أرضية من العدل. إذا لم يصل السوريون إلى عدل، ولا أريد أن أقول عدل مطلق، ولكن عدل نسبي يقنع الثكالة، يقنع الأرامل، يقنع الأيتام بأن حقهم لم يضع وأن هناك عدالة في هذا العالم، إذا لم تكن الحلول تسير رفق هذا الطريق لا يمكن لنا أن نفكر. وهذه هي هشاشة النظام، هل سيظل الإيرانيون إلى الأبد في سوريا يدافعون عن بشار الأسد؟ هل سيظل الروس إلى الأبد في سوريا يدافعون عن فصيل بشار الأسد؟ إذا أردنا أن نقيم ونحن ندعو إلى مجتمع مدني موحد، إلى سوريا موحدة مجتمعا ودولة، يجب أن ننزع أسباب الأزمة الحقيقية القائمة على الظلم، على الاستبداد، على الاستئثار، على الطغيان. هذا هو الطريق لكي يأخذنا إلى حل جديد. أما اليوم حادث جوبر أو حادث العباسيين يضع رهان حقيقي، سوف تأتي لحظة ينظر العالم إلى هذا الشخص الذي راهن عليه وقتل وسمح بقتل من أجل الحفاظ عليه مليون إنسان. الآن العالم كله يسمح بقتل مليون إنسان وتهجير 10 ملايين إنسان حفاظا على شخص واحد اسمه بشار الأسد، سيجد العالم أن هذا الشخص لا يستحق ولا يمكن أن يبقى يعني محتفظا بصلاحيته إلى الأبد. هذا نظام قد انتهى وهذا شخص قد انتهى، وليس أمام العالم إلا أن يبحث عن بديل جاد وحقيقي. في المقابل أيضا سيد زهير، كيف ستتعامل أو يتعامل النظام مع هذا الضغط الذي بدأ يواجهه من المعارضة في هذه المناطق؟ وربما أيضا يعني الوقت مبكر أو لندرك تماما إن كانت المعارضة ستكون قادرة على الإمساك بالأرض بهذه المناطق التي سيطرت عليها. يعني كما قلت هذه قضية مفتوحة، الثورة حالة جدلية،
الثورة ليست حالة حسم، الحرب الثورات ليست حرب جيوش متكافئة. في الجيوش المتكافئة في الميدان ثلاثة أيام ثلاثة أشهر تنتهي المعركة ونخرج بمنتصر وبمنهزم. الثورات ليست كذلك، الثورات عملية جدلية. نحن في فلسطين من 1948 حتى الآن الجدلية الثورية قائمة في فلسطين، قامت من قبل الاحتلال الصهيوني الاستيطاني وما زالت قائمة بعده، تجلت في صور كثيرة في منظمات كثيرة، كلها تعاقبت على فعل واحد اسمه فعل ثوري، قامت بحمل عبء الفعل الثوري طوال 70 سنة. يقولون لم ينتصر الثوار، أقول لم ينهزموا. معنى أنهم لم ينهزموا معنى ذلك أن هذا الوجود الغريب مهدد بالزوال. وكذلك نحن حين ننظر إلى الثورة السورية 6 سنوات، الثوار بشار الأسد قال أيام، قال خلصت، قال 15 يوم، قال شهر، ولكن هؤلاء الثوار ما زالوا في الميدان. حدث الأمس يقول ما زالوا أقوياء، ما زالوا قادرين على أن يلجوا قلب العاصمة دمشق، وربما نجدهم في ساعة من النهار في قلب القصر الجمهوري. موقف المعارضة المسلحة التي تشارك الآن في المفاوضات السياسية، برأيك كيف تنظر للوضع؟ أو في أي موقف ستضعها مثل هذه التحركات؟ والله هي خياراتها بأيديها، أنا لا أريد أن أصدر أحكام مسبقة على أحد. هؤلاء في الأصل أناس شرفاء حملوا راية الثورة، وضعوا في ظروف قد أقول غير طبيعية، عمي الأمر عليهم بطريقة من الطرق، الآن هم أمرهم بأيديهم. هل سيستمرون في الذهاب في مشروع أستانا؟ وهم أخيرا امتنعوا عن الذهاب إلى أستانا، وكان هذا فعل رشيد كما أسألنا في الأسبوع القادم. هل سيستمرون بالقبول بروسيا التي تقدم نفسها على أنها نسخة طبق الأصل عن بشار الأسد، بوتين الذي هو الوجه الآخر لبشار الأسد، أو أنهم سيبحثون عن بدائل؟ تجربة الأمس تقول لهم البدائل ممكنة، المعادلة في سوريا ليس كما قالوا لكم عدمية، وإنما النصر ممكن كما حصل في جوبر. لو كان هناك تحرك بالأمس في حلب ربما حصل مثله، في حمص ربما حصل مثله، في حماة ربما حصل مثله. وكما قلت الثورة يجب أن تبقى مستمرة حتى تحقق أهدافها. الانكفاء والانكسار هو حالة نفسية، شعور بالعجز نفسي وهن نفسي، وليس معطيات واقعية كما يحاول البعض أن يزينها. نعم، أتيت أيضا في سياق الحديث أو في بداية الحديث سيد زهير بالتطرق لموضوع توقيت الهجوم الآن. من ضمن هذه الدلالات، هل محاولة للتخفيف عن الضغط في المناطق التي يتم التعرض فيها للقصف في منطقة الجابون، يعني القصف المتواصل، هل لجأت المعارضة ربما لهذه الخيارات في محاولة التخفيف عن هذه المناطق؟ يعني أنا أقول هذه الحالة، ودعيني أقول بكل شفافية، هذه الحالة من التنسيق المركزي الذي افتقدناه منذ أول الثورة وما زلنا نفتقده حتى الآن. عندما يكون ضغط في منطقة نجد مع الأسف بقية المناطق تتفرج. اليوم الحدث أو بالأمس الحدث الذي جرى في جوبر وانفتحت جوبر ووصل الثوار إلى مشارف العباسيين وأصبح شارع فارس الخوري تحت سيطرة نيرانهم، أقول كان يقتضي لو وجدت هذه الحالة التي تسألينني عنها، كان يقتضي أن الوضع في درعا في الجنوب أيضا ينفجر، الوضع عند بقية الفصائل في غوطة دمشق يتحرك، الوضع في حمص وفي القلمون يتحرك، الوضع في ريف حلب وفي حلب، يعني أن تتحرك جميع أعضاء الجسم دفعة واحدة. هذا ما زلنا نفتقده، ما زال الثوار يتحركون بطريقة لا مركزية، بطريقة كأننا كانتونات تتحرك، كل فصيل يشكل كانتون يتحرك بإرادته الذاتية. هذا كان نقطة عطب أساسية في هذه الثورة، ولذلك بشار الأسد الذي يتحرك بغرفة عمليات مركزية وبقوة مبرمجة من خبراء روس وإيران، كانوا يعرفون كيف يوزعون قواتهم، بينما لو تحركت الجبهات كلها دفعة واحدة
لا توزعت هذه القوات ولضعفت، ما زالت هذه نقطة ضعف أساسية في موقف الثوار السوريين. مع الأسف أنا أحب أن أقول، أنا لاحظت بالأمس موقف الإعلام العربي، مع الأسف الإعلام العربي الحر، أنا لا أتحدث عن قنوات رسمية، كان تعاطفه مع ما يجري في دمشق محدودا، كان يحاول أن يعول كثيرا على ما يقوله تلفزيون النظام وليس ما تقوله يعني مصادر الثورة ومصادر الثوار، كأنه كان متوجسا، كان خائفا، أو كأن هذه الخطوة في هذا الاتجاه جاءت في وقت معاكس للمخطط الدولي والمخطط الإقليمي. ونحن نعلم الآن أن الموقف الأمريكي قد تكشفت أبعاده، الموقف الأمريكي في سوريا لا يقارب بأي شكل من الأشكال تطلعات الشعب السوري، هو أقرب إلى مواقف بشار الأسد. لذلك أقول هذه المواقف التي تبعث على الريبة وتجعل الجميع يعني ينظر إلى ما يجري الآن على أنه وهكذا صور، على أنه عملية عبثية رغم ما فيها من بطولة ستكون نتيجتها لا شيء. قبل أن ننهي الحديث في هذا المحور سيد زهير، عسكريا هذه المنطقة ماذا ستؤمن لقوات المعارضة أو ماذا أمنوا من خلالها؟ أولا دعيني أقول بكل بساطة، حي جوبر والقابون كانت أحياء مطلوبة أصبحت طالبة، كانت في موقع الدفاع أصبحت في موقع الهجوم. الآن الثوار يقتربون خطوات من قلب العاصمة دمشق، الثوار يقطعون الطريق الدولي بين دمشق وحلب ويحجرون على النظام أن يتحرك ويقطعون شريانا مهما من شرايين الدولة السورية. يعني حتى معنويا هي يعني أقول هذا من الناحية الاستراتيجية التجزئية، هو نصر بكل المعايير، هو نصر بكل المعاني، نصر نفسي، نصر استراتيجي، نصر تعبوي، نصر له انعكاسه السلبي أيضا على نفوس الآخرين. يعني الخسائر التي تحملها النظام أو قوات النظام أو قوات الفرقة الرابعة أيضا وضباط كبار من ضباط النظام قتلوا في هذه المعركة، كل هذا يعني لنا ويعني للشعب السوري الكثير، يعني للذين يهجرون من حي الوعر الآن بإشراف دولي، بإشراف دولي الآن التهجير، ويعني إذا سمحت لي يتم تحت سمع العالم وبصره. ويعني هذا الآن الحدث يأتي مغايرا لكل السياقات التي حاول الكثيرون أن يقنعوا الشعب السوري بها. مجرد ما نعترض، وهذا يعني دأبوا عليه، مجرد ما نعترض على خطوة سلبية خاطئة يقولون لك وما البديل، كأنهم يعني وهم الذين يمسكون بالقرار ويمسكون بالأوراق يطالبون الناس الذي تقول له يا أخي هذا طريق خاطئ، يقول لك قدم لي البديل. البديل الثورة، والثورة أنا أريد أن أقول للناس جميعا الثورة ليس عملا مكافئا، نحن أمام من نظام قوي متغطرس يدعمه العالم كله، ونحن نشتغل على عملية حت وتعرية، الثورة هي البديل لكل هذه الأفعال المتخاذلة. سنعود سيد زهير لإكمال المشهد السوري في أسبوع، ولكن بعد أن نذهب لهذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في عالم تزدحم فيه الأحداث وتتعدد زوايا الخبر، أحداث تدفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام وأخرى تعيدها إلى الوراء، نرصد الأخبار وانعكاساتها على الإنسان، نحلل الخبر، نسابق الزمن ولا نكتفي بما ظهر، أضواء على الأحداث، الخبر بأبعاده المختلفة. Thank you.
الحوار مسيرة عقد. الحوار مسيرة عقد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج المشهد السوري في أسبوع مع ضيفي هنا في الاستوديو السيد زهير سالم. تطور أيضا هام جدا ضمن المشهد السوري خلال هذا الأسبوع، الرد السوري على غارة شنتها إسرائيل أو شنتها طائرات إسرائيلية داخل الأراضي السورية. الرد السوري من أي باب برأيك جاء؟ يعني دعيني أستعمل العبارات اللي استعملوها المحللين في المنطقة والدوليين والسوريين أيضا، يعني تبع بشار الأسد، أريد أن أقول قال إنه سوريا تريد أن تبلغ إسرائيل أنها ستغير قواعد اللعبة أو أن قواعد اللعبة قد تغيرت. ما هو مدلول هذه العبارة؟ مدلول هذه العبارة أن هناك لعبة قديمة كان متوافق عليها وأنهم الآن بصدد تغييرها. ما هي اللعبة القديمة التي كانوا متوافقين عليها إذن؟ هي أن إسرائيل تقصف وهم يحتفظون بحق الرد. هذه القواعد التي مرض عليها النظام حتى عندما اخترقوا جدار الصوت فوق بشار الأسد، فجروا منطقة الخبر في دير الزور وقالوا فيها شبه مفاعل وقتلوا فعلوا كذا. كان دائما بشار الأسد التصريحات الإعلامية المهتزة تقول لن نستجر إلى معركة، نحن سنحتفظ بحق الرد. الآن هذا الرد، عندما سمعت أنا إلى أيضا معلق سوري يقول بأن سوريا استخدمت في الرد سام 5، يقول والإسرائيليون يعلمون أن سوريا عندها أسلحة متطورة أكثر من هذا، أسلحة كان يمكن أن تصيب الطائرات الإسرائيلية ولكنها لم تستخدمها كرسالة. يعني فرق أن أرد بضربات طائشة وتسقط أجزاء من الصواريخ بالأردن أو أن أرد ردا مجديا يسقط الطائرات، ولكن القرار السوري في هذه المرحلة كما يقول معلق سوري لم يشأ أن يؤذي الإسرائيليين، لم يشأ أن تكون الضربة يعني رادعة ومؤثرة، ولذلك رد مجرد رد بالخرطوش. هناك لعبة تاريخية استقرت في سوريا منذ 1967، حافظ الأسد كان عراب 67، الهزيمة على كل محاورها، يعني ما حصل في مصر وما حصل في سوريا وما حصل في الضفة الغربية وفي الأردن كان عراب الأساسي بشار الأسد. حزب البعث هو الذي استجر الأمة إلى معركة، حافظ الأسد كان وزير الدفاع، أحدث هذه النكبة ثم بصم في فصل القوات في 74 على حالة من حالة أن الجولان لهم وأننا مجرد نطالب بها. عفوا، هذا الرد في هذا الإطار إنما جاء محاولة لإشعار الذين يتحدثون بأن الإيرانيين أصبحوا موجودين، وهذا الرد ليس سوريا فقط، ما هذا ما أردت وأن أسأل. وأن حزب الله ما أصبح موجودا، بأنهم جادون في هذه المرة في محاولة أن يفعلوا شيئا تجاه يعني إسرائيل. يعني هو ليس قرار دمشق لوحدها. طبعا هو هذا القضية، يعني دعيني أقول الناس الذين سقط لحم وجوههم أمام الرأي العام وهم يتحدثون عن مقاومة وممانعة، ثم تأتيهم الفرصة، ولكن تأتي الفرص سابقة إلى أقدامهم، جاءتهم فرص سابقة، يعني هم في يعني على المسار تحملوا وتحملوا وتحملوا. حاول حزب الله في مرة سابقة أيضا أن يفتعل بأنه رد، وكان الرد
مضحكا، هذه محاولة ثانية للردود المضحكة. هؤلاء الذين هم جزء لا يتجزأ من المشروع الصهيوني، بل هم يعني جزء من الخطر الصهيوني على هذه الأمة، ولكن هذه الذريعة، ذريعة التصدي للمشروع الصهيوني وللوجود الصهيوني، هي التي يتدرؤون بها. الحقيقة في هذا المشهد الآن يأتي الرد الإيراني الحزب اللاوي، رغم أن إسرائيل عندما ضربت لم تضرب ضربات خائبة، وإنما ضربت فأوجعت، ضربت فأصابت، ضربت فقتلت. هناك ضابط كبير في الجولان قتل، هناك أهداف لحزب الله دمرت. نحن طبعا الذي أنا أريد أن أقوله وحتى لا تختلط الأوراق، نحن ضد العدوان أو كل أشكال العدوان على الأرض السورية وعلى السماء السورية، وضد العدوان الإسرائيلي، ولكن هذا لا يمنع أن نقول بأن الذي يتحمل مسؤولية هذا العدوان بشكل مباشر هو بشار الأسد والقوات المتحالفة معه. نعم. إسرائيل تضرب فتصيب، وهم يضربون فيخطئون. نحن لا ندافع الآن عن موقف إسرائيل، يجب أن يكون هذا واضحا، ولا نتشمت بهم، وإنما نقول لهم بأن لعبتهم في المنطقة قد أصبحت مكشوفة. تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأنه سيهدد منظومة الدفاع أو سيدمر منظومة الدفاع السورية في حال تصدت للطائرات الإسرائيلية، يعني يتحدث وكأن سوريا منطقة نفوذ عسكرية لا يحق لأحد أن يعترض الطائرات الإسرائيلية، صراحة حق لها. يعني هذا التهديد هو عنوان قواعد اللعب السابقة. كان الإسرائيليون كلما نفذوا هجوما يقولون لبشار الأسد احذر، ولو فعلت سوف نفعل، وبالتالي كان يلتزم حدوده ويلتزم قواعد اللعبة المتفق عليها. يعني ليبرمان يقول لبشار الأسد لن نوافق على تغيير قواعد اللعبة، وإنما يجب أن يكون من حقنا دائما كما كان على مدى 30 سنة من أيام أبيك، نحن نقصف وأنتم تحتفظون بحق الرد، ولا يجوز لكم أن تغادروا هذا الموقع الآن. رغم أن بشار الأسد ردا غير مجد، يعني لم يفعل شيء وإنما مجرد، ومع ذلك هو قال أسقطنا طائرة، طبعا وكل العالم يعلم أنها دعاية وكذب. أقول هنا النقطة، هنا هل تغيير قواعد اللعبة سيغير؟ أمامنا أيام قادمة سوف نرى من الذي سيكون صاحب الكلمة. نحن نتمنى أن يكون في سوريا نظام وطني قوي يدافع عن سيادة سوريا، عن سيادة الوطن وعن سيادة الإنسان وعن حقوق الشعب السوري، ويجعل ضمن أهم الملفات التي نوقشت الحقيقة. بل يعني اسمحي لي أقول كان الموضوع الوحيد كما قالوا عندما وصل نتنياهو إلى موسكو الجمعة قبل الماضية، كان موضوع سوريا والدور الإسرائيلي في سوريا ومصالح إسرائيل في سوريا هو الموضوع الأول على الأجندة الإسرائيلية الروسية. اليوم لم نكد نسمع صوتا حقيقيا لموسكو في هذا الذي يجري. موسكو تنسق الآن، هي كأنه صاير شرطي مرور في السماء السورية، تسمح مرة للأمريكي، تسمح مرة للروس للإسرائيلي، تسمح مرة لهذا الطيران، وبالتالي شرطي المرور هذا لم يتخذ موقفا عمليا. الآن هناك مشكلة مثلثة جزء، وأنت سألتني عن دور الإيراني، لماذا الإيراني يرد على إسرائيل؟ هو الإيراني أيضا له مشكلات عويصة الآن في سوريا مع موسكو وبالتالي مع بشار الأسد. الرد الإيراني أو الطلب الإيراني بالرد هو جزء من الضغط على موسكو لكي تشعر بأن هناك مصالح لإيران وأن موسكو تحاول تجاوز هذه المصالح. يعني الآن هؤلاء الذين اشتركوا
على تدمير سوريا وعلى احتلال سوريا، بدأت تنشأ بينهم نوع من أنواع المحاصصات التي يحاول كل واحد منهم أن يدافع عن نصيبه. هل ستصبح إسرائيل خارج قوس هي كيس تدريب بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء؟ هذا جزء من المعطى المستقبلي الذي لا نستطيع أن نتنبأ به. نعم، يعني أيضا من خلال هذه التهديدات التي تحدثنا عنها قبل أن أنتقل لديمستورا، تهديدات وزير الدفاع، هل إسرائيل تحاول إرسال رسائل قوية جدا لموسكو ولكل الأطراف بأن أي حل في سوريا، أي تحرك في سوريا يجب أن تكون إسرائيل على دراية فيه؟ عندما تقول سأدمر أنا منظومة الدفاع السورية في حال تم اعتراض طائراته، عندما تتحدث بهذه القوة، يعني هي يفترض أن تكون حاضرة في أي توافق؟ طبعا هي حاضرة منذ اليوم الأول. صحيح. وإسرائيل صحيح. كانت موجودة، وإسرائيل موجودة منذ اليوم الأول للثورة، وما بقى بشار الأسد كل هذا الأمد إلا قرار صهيوني. أبلغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية وطلب من الرئيس أوباما من اليوم الأول للثورة بأن هذا النظام يجب أن يبقى، وأن هذا النظام ركيزة للوجود الصهيوني، وأن إسرائيل لا تحتمل نظاما ديمقراطيا حقيقيا في المنطقة، لا تحتمله في مصر ولا تحتمله في سوريا. في مصر كان الانقلاب، وفي سوريا جاء قطع الطريق على الثورة. إسرائيل إنما نمت وقويت شوكتها في ظل هذه الأنظمة التي كانت بالنسبة إليها بمثابة البيوت الزجاجية للنباتات الضعيفة حتى تستغلظ. هذا هو الوجود الإسرائيلي. لذلك نقول إسرائيل كانت موجودة منذ البداية، عندما تأكد الوجود الروسي والتدخل الروسي منذ شهر 9/2015 كانت إسرائيل حاضرة منذ اليوم الأول، وما تزال تنسق مع الطرف الروسي ضمن مثلث روسي إيراني روسي أسدي، ما تزال تنسق وما تزال حاضرة عند كل ورقة من الأوراق. إذن معاداة الثورة السورية ومحاولة قطع الطريق عليها هو مطلب إسرائيلي استراتيجي حقيقي، وكل الذي يراجع جملة التصريحات الصهيونية على مدار هذه الثورة يستطيع أن يستخلص هذه الحقيقة بدون أي عناء. نعم، على وقع هذه التحركات الميدانية وتطورات العسكرية في سوريا، أيضا هناك تحركات سياسية يقودها ديمستورا، أجرى مباحثات في الرياض والتقى الرياض حجاب، دمشق رفضت أن تستقبل ديمستورا، كيف يفسر موقف دمشق هذا؟ يعني دعيني أقول، وأنا أصون اسم دمشق، دعينا نقول أن احنا نستخدم الأسد نظام. وحتى نظام الأسد هو الذي فعل. أقول بأن هذا النظام مع ما يشعر به من شيء من دعيني أستعمل كلمة الغطرسة بفعل قوة الآخرين، ولا سيما الموقف الروسي الذي حماه منذ أقل من شهر مرة سادسة أو سابعة في مجلس الأمن الدولي، أقول ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها هذا النظام مثل هذا الموقف من صحيح. المشروعات الدولية. يقولون بأن الأخضر الإبراهيمي استقال نتيجة إهانة مباشرة وجهت إليه من نظام بشار الأسد. يقال بأن ديمستورا كان يريد أن يستقيل نتيجة إهانة قبل الآن وجهت إليه من بشار الجعفري مباشرة في أحد اللقاءات اليوم. هذا أيضا كان المفروض، قالوا بالأمس، أن يكون ديمستورا في دمشق وأن يحضر لقاء هناك، لكن جاء الرد بأن دمشق ليس بأسباب ما حصل في جوبر وفي العباسيين، وإنما غير مستعدة لاستقباله احتجاجا على مواقفه واحتجاجا على تصريحاته، ولا سيما ربما أنه فرض ملفا رابعا على الملفات الروسية وهو ملف الانتقال للسلطة في ملفات جنيف. أقول هذا الموقف يدلل على أن المجتمع الدولي يسير على هوى نظام بشار الأسد، لا يسير على هوى البحث عن حلول حقيقية يعني ترضي الشعب السوري. الشعب السوري الذي لا يعترف عليه، وأنا أقولها بكل صراحة، لا يعترف على الشعب السوري بكل فئاته في المجتمع الدولي اليوم أحد، ولا في المجتمع الإقليمي،
نعم. الكل يسيرون في هوا. دول عظمى متغلبة هي الروسي والأمريكي. على هذا الشعب السوري ألا يعترف على من لا يعترف عليه. هذه هي الخلاصة. ثم بعد ذلك تكون التفصيلات في المواقف التي يمكن أن يختارها. نعم. أيضا ما يحدث في حي الوعر، تكرار مسلسل التهجير كما ذكرت في سياق الحديث تحت إشراف أممي، اتجاه المعارضة صوب إدلب أو جرابلس، يعني تحديدا هذا التهجير وباتجاه إدلب في أكثر الأوقات، كأن إدلب يعني أصبحت مأوى للمعارضة أو هكذا باتت تصور. يعني دعيني أقول أولا أو نصف ما يحدث. التهجير القسري. التهجير القسري عنوان حقيقي بارز في القانون الدولي. عنوان حقيقي نجده في اتفاقيات جنيف الأربعة. يوصف على أن هذا جريمة حرب. في اتفاقية روما نجده على أنه موصوف على أنه جريمة حرب، إخراج الناس من بلادهم من أرضهم على خلفيات دينية مذهبية عرقية، إخراجهم من أرضهم، اقتلاعهم من أرضهم وتحويلهم إلى مواطن آخر وهم لا يريدون ذلك. هذا وهذه الجريمة الآن جريمة الحرب الإنسانية الموصوفة بكل بنود القانون الدولي، فيها أكثر من 3 أو 4 صفحات في توصيفها وفصولها وبنودها، ترتكب بإشراف حماة القانون الدولي. إذا سألنا عندما نقول مجتمع دولي يقولون يختصر المجتمع الدولي بالخمسة أصحاب القرار في مجلس الأمن، أصحاب حق الفيتو. صحيح. ثم يقولون هؤلاء الخمسة يختصرون في الاثنين الروسي والأمريكي. الآن على بعد أقل من 300 ميل أو 200 ميل من حي الوعر موجود قوات أمريكية وموجود قوات روسية، وهذه الدول الروسي هو الذي ذهب إلى أهل حي الوعر وهو الذي باشر بتهديدهم تخرجون أو يكون مصيركم مثل مصير أهل حلب، وبالتالي هناك جريمة ضد الإنسانية، جريمة حرب ترتكب جهارا نهارا، ليست المرة الأولى. حي الوعر ليست المرة الأولى، وأقول للسوريين حي الوعر لن يكون المرة الأخيرة، وإنما سيظلون وتظلون تخرجون من أرض إلى أرض ومن بلدة إلى بلدة. تسألينني اليوم إلى إدلب لماذا؟ أقول لك وغدا سيخرجون من إدلب، وإلى أين؟ ولا أحد يدري إلى أين. الآن يتحدثون عن كانتون يسمى منطقة حرة يحشر فيه، منطقة آمنة يحشر فيه هؤلاء السوريون في الشمال على الحدود التركية. هذه المؤامرة، هذه الجريمة الكبرى، أنا للذين يذهبون إلى الأستانة. التهجير يتم والتغيير أيضا، ونحن نتحدث عن هدنة ووقف إطلاق النار. القتل والتدمير يتم ونحن نتحدث عن هدنة ووقف إطلاق النار، ونتحدث عن مفاوضات. الحصار والتجويع يتم ونحن، لذلك نحن لسنا ناقمين على هؤلاء، ليست نقمة وإنما هو مطالبة للاعتبار بالحال. هؤلاء الذين غطوا على بوتين المجرم، بدل أن يظل العالم في لحظة من اللحظات منع روسيا من مقعدها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لجرائمها في سوريا، جاء نفر من أبناء سوريا ليجعلوا بوتين وسيطا وحمامة سلام وكأنه حامل مشروع السلام إلى سوريا. كانت هذه خطيئة وليست خطأ، كانت خطيئة كبرى. اليوم استمرار الجرائم بهذا الحجم ينبغي لهذا المسلسل أن يتوقف. بدائلنا أن نصبر، بدائلنا أن نثور كما فعل بالأمس أهالي جوبر لكي نرد العدوان عن أنفسنا، وليس أن نطأطئ ونستخذي ونذهب مع هؤلاء الظالمين حيث يريدون. نعم. أيضا في إطار هذه التحركات، قصف التحالف بقيادة الولايات المتحدة لمسجد قرب بلدة الأتارب، يعني الآن يبدو أن هناك تفعيل حقيقي للدور الأمريكي من خلال المشاركة في بعض هذه العمليات بشكل واضح. يعني هو الدور الأمريكي كما قلنا دائما، أعلن الأمريكيون أنهم لن يكون لهم وجود أرضي قوات برية على الأرض السورية، ولكننا نجدهم الآن يتكاثرون. كانوا 500 أصبحوا 1000، لا ندري، يقولون الآن يعدون 1000 الثانية. هم يرفعون العلم الأمريكي اليوم، يرفع على الأرض السورية. رفع العلم الأمريكي جريمة وتعني أن الأمريكي أصبح محتلا، هذا واحد. ثم حين ترتكب الجريمة تحت العلم الأمريكي
يعني أن الأمريكيين مسؤولون عن كل هذا الذي يجري في حي الوعر وفي مسجد الجينة الذي تم قصفه وقت صلاة العشاء ليلة الجمعة. صحيح. قريب من 60 إنسان تم قتلهم. الأمريكيون ما زالوا يكذبون ويردون مع أن الصور شاخصة. المدنيون الذين تم قتلهم يقولون قصفنا على بعد 10 أمتار أو 15 متر. هذا كذب. الجريمة موثقة، الجريمة ناطقة. سيقولون الخطأ في الحرب ممكن، ولكن أي حرب خاضها الأمريكيون حتى الآن؟ الأمريكيون كما الروس يقاتلون إلى جانب بشار الأسد، يقاتلون مدافعين عن نظام بشار الأسد. الأمريكيون الذين لم تأخذهم الشفقة الإنسانية على أطفال الغوطة الذين تم خنقهم بالغاز السارين بالمئات، الآن يدخلون المعركة إلى جانب بشار الأسد وإلى جانب نظام بشار الأسد وإلى جانب أقلية يحاولون أن ينفخوا فيها الروح ويجعلوها تمارس هي الأخرى. عملية القتل وعملية التهجير وعملية الحصار أصبحوا شركاء في الجريمة التي تجري على الأرض السورية. يعني إلى أي مدى سيد زهير يعني المشهد السوري في حالة من الفوضى التي تبدو واضحة سياسيا وعسكريا في ظل غياب استراتيجية موحدة وعدم القدرة على توحيد الاستراتيجية بين الروس بين الأمريكان الأتراك الإيرانيين، يعني إلى أين تتجه الأمور؟ يعني هذا الأمر الحقيقة هناك جامع واحد يجمع الكثيرين الحقيقة، أنا لا أريد أن أقول الجميع، هو أنهم متفقون على بشار الأسد، لنكن هذا بكل صريحة، متفقون على حرمان الشعب السوري من حقوقه الطبيعية، حقوقه الأولية. هناك في حقوق الإنسان هناك شيء يسمى الحقوق الأساسية. الحقوق الأساسية تنبثق عنها منظومة من الحقوق الفرعية. نحن الآن نطالب، الشعب السوري يطالب بمنظومة الحقوق الأساسية، الحق في الهواء، الحق في الشمس، الحق في الحرية. هذا الحق يجمع العالم على حرمانه من هذه الحقوق، وهذه العصابة الآن بكل تحالفاتها، روسي، أمريكي، إيراني، فصائل متعددة، كلها تجمع على حرمان الشعب السوري من هذا الحق. هذا بالتالي يتطلب وجود النقيض على المذهب الجدلي الذي في يوم من الأيام تحدث عنه هيجل وتحدث عنه ماركس. يجب أن يكون هناك نقيض لهذا المشروع الدولي. هذا النقيض يجب أن يكون واضحا محددا، يلتزم بالحديث عن الحقوق الأساسية ولا ينطلق وراء الفرعيات، ويكون أيضا مشروعا مركزيا يقابل كل هذه القوى على بصيرة. المشهد السوري الذي سار مع الأسف خلال 6 سنوات في ركاب المانحين والأصدقاء الأدعياء في نفس الوقت يعني الأدعياء الصداقة، أقول آن له أن يخرج من هذا. الفعل الثوري السوري ممكن، الانتصار السوري ممكن. أنا أعود فأقول هشاشة ما ظهر في العباسيين، هشاشة ما ظهر في شارع فارس الخوري في منطقة دمشق، يؤكد لنا أن هذا التمثال هو تمثال من زبد، قليل من حرارة الثورة الحقيقية سوف تجعل كل شيء في سوريا يتغير، وتجعل النصر في سوريا قريب إن شاء الله. الأمر متوقف فقط على إرادة حقيقية حازمة وجازمة للثوار. طيب هل يمكن في إطار ما تحدثت عنه سيد زهير قبل أن نختم، هل يمكن محاولة التأثير على هذه الفصائل التي قادت الهجوم الأخير على دمشق بشكل أو بآخر، الضغط عليها من قبل بعض الجهات؟ يعني هو الضغط لن يفلح. أنا أقول ليست القضية قضية ضغط، إذا كان المقصود بالضغط الضغط المادي. الضغط المادي مورس بالاتجاه السلبي. يعني مع الأسف أنا أقول كثير من المانحين كانوا يقولون، وهذا نحن نسمعه، يقولون للفصائل إذا توحد الفصيل الفلاني مع الفصيل الفلاني هذا يقول سأقطع المنحة عن هذا. وإنما الضغط الإيجابي المعنوي، أن يعرف هؤلاء السوريون أن مصيرهم، مستقبلهم، مستقبل أجيالهم إنما مرتبط في الالتقاء على كلمة سواء كلمة واضحة
وعلى هدف عريض جدا جدا، هو حرية سوريا، كرامة أبنائها، سيادتها، عزتها. هذه العناوين العريضة التي يمكن أن نلتقي عليها والتي يمكن أن تخرجنا مما نحن فيه إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد زهير سالم، مدير مركز الشرق العربي للدراسات، على كل هذا الشرح والتفصيل للمشهد السوري في أسبوع. بذلك نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، ألقاكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء. الله يسلمك.